مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ان. اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد قال أنه كثير من الإدارات وليس فقط وزارة تكنولوجيا الاتصال تحولت إلى بؤرة من بؤر التجسس. وأضاف رئيس الجمهورية خلال استقباله بقصر قرطاج نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال قائلا: حينما تمشي في أي رواق بأي وزارة كأنك تسمع فحيح الأفاعي دون أن تراها. وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة العمل على تطهير الإدارات وعلى أن يعمل الجميع في كنف القانون لا أن يحولها إلى مركز المخابرات كما حصل في السنوات الأخيرة. كما كنت تسمع ذيك كانت رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد. ما سوش عطوني رأيكم على الكلام اللي قالوا والتدابير الاستثنائية اللي قاعد يقوم بها والتطهير الكبير اللي قاعد يقوم به. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.